السلام عليكم، اهلا بكم متابعي قناتنا قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن دواء ميليجا لعلاج التهاب الاعصاب. ولكن قبل الدخول في الحلقة، لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو اعجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة، لا تنسي دعمنا بلايك او مشاركة للفيديو. ما هي دواعي استعمال ميليجا؟ تلف الأعصاب الدائم. التهاب الأعصاب الطرفية خاصة المصاحب للإصابة بمرض السكري. التهاب العصب البصري الناتج عن الإصابة بمرض السكري. يستخدم كمكمل غذائي في حالة نقص فيتامينات B1 وB6 وB12. ضعف الذاكرة وقلة التركيز. اضطرابات المعدة. آلام الرقبة والظهر الناتجة عن التهاب الأعصاب الطرفية. اضطرابات المعدة. مرض البريبيري. نقص فيتامين B1. يستخدم كمنشط عام للجسم. يمكن وصفه لمن يعانون سوء التغذية أو أمراض الكلى أو لمن خضعوا لعملية جراحية بالمعدة تؤثر على امتصاص الفيتامينات من الطعام. ميليجا والضغط. يمكنك تناول ميليجا إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع نظرا لاحتوائه على فيتامين B6 الذي يقلل ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ. ميليجا والقلب. يقلل فيتامين B6 احتمالية الإصابة بأمراض القلب ويساعد على الوقاية من انسداد الشرايين عن طريق تقليل مستوى الحمض الأميني، وهو من العوامل المسببة للإصابة بالكثير من الأمراض منها الأمراض القلبية، لكن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من هذا التأثير. ميليجا والسكر. يعد التهاب الأعصاب من أشهر مضاعفات مرض السكري، إذ يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تدمير الأوعية الدموية، ما ينتج عنه التهاب الأعصاب مثل الأعصاب الطرفية وتدميرها، وحينها يشعر بالتنميل والخدر أو الحرقة في المناطق المصابة، وقد تفقد الشعور بالألم فيها. يعمل البنفوتيامين فيتامين B1 على تحسين تلك الأعراض، لذلك يقترح تناول ميليجا بالنسبة لمرضى السكر. ما هي جرعة ميليجا لمريض السكر؟ يحدد الطبيب الجرعة المناسبة لكل مريض تبعا لحالته الصحية، وعادة ما توصف جرعة ميليجا لمريض السكر بعدد 3 أقراص يوميا، قرصين بعد الإفطار وقرص واحد بعد الغداء. ميليجا والاكتئاب. أوضحت بعض الدراسات العلاقة بين مستوى فيتامين B6 والاكتئاب، فهو ضروري لتصنيع النواقل العصبية المؤثرة في الحالة المزاجية مثل السيروتونين والدوبامين والجابا، إضافة إلى تأثيره في مستوى الحمض الأميني والذي يرتبط كذلك بالاكتئاب وعدة اضطرابات نفسية أخرى. لذلك عندما ينخفض مستوى فيتامين B6 في الجسم تتأثر الحالة المزاجية والنفسية، لذا يقترح تناول ميليجا في حالة الاكتئاب لاحتوائه على فيتامين B6. عند الحديث عن العلاقة بين الميليجا والاكتئاب، من الجدير بالذكر أن تناول فيتامين B6 لا يعد وقائيا من الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات المزاجية الأخرى، إنما قد يؤدي إلى تحسن في حالتك إذا كنت مصابا بالفعل عند تناوله لفترة طويلة. ميليجا والقلق. تظهر العلاقة بين الميليجا والقلق في أن نقص مستوى فيتامين B12 يرتبط بالإصابة باضطراب القلق المعمم، لذا يمكنك تناول ميليجا إذا كنت تعاني من اضطراب القلق. الآثار الجانبية لميليجا. قد يسبب ميليجا بعض الآثار الجانبية غير الشائعة مثل إسهال، تشنجات عضلية،
عدم انتظام ضربات القلب، شعور بالضعف أو الإرهاق، وفي حالات نادرة قد تحدث حساسية تجاه المواد المكونة لهذا الدواء، وتشمل أعراض الحساسية تورما بالوجه، حكة بالجلد، ظهور طفح جلدي، صعوبة في التنفس أو البلع. توجه إلى المستشفى أو ابلغ طبيبك فورا إذا حدثت معك أي من أعراض الحساسية. ما هي موانع استخدام ميليجا؟ لا تتناول أقراص ميليجا في الحالات الآتية: إذا كنت تعاني حساسية تجاه أي من مواد هذا الدواء، إذا كنت أقل من 12 عاما، إذا كنت تعاني اضطرابات بالتنفس، إذا كنت تعاني قرح بالمعدة، إذا تناولت جرعة مضاعفة من هذا الدواء عن طريق الخطأ لا يجب مضاعفة الجرعة دون استشارة الطبيب، إذا كنت تتناول أدوية تتعارض مع تأثير هذا الدواء. ميليجا والحمل والرضاعة الطبيعية: استشير طبيبك إذا كان بإمكانك تناول ميليجا خلال مدة الحمل أو الرضاعة الطبيعية. يعد فيتامين B12 من الفيتامينات الهامة لصحة الحمل وكذلك في الرضاعة الطبيعية، لكنك بحاجة إلى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان تركيز هذا الدواء مناسبا لك خلال تلك المدة أم لا. نصائح للمريض عند استخدام ميليجا: لا تتناول هذا الدواء دون استشارة طبية. قبل تناول هذا الدواء من الضروري أن تخبر طبيبك بجميع الأدوية أو المكملات الغذائية التي تتناولها، أو إذا كنت تعاني أي نوع من أنواع الحساسية، أو إذا كان لديك واحدة من الحالات الآتية: إذا كنت تعاني النزيف، إذا كنت حاملا أو تخططين للحمل أو ترضعين طبيعيا، إذا كنت تتناول الكحوليات، إذ يجب عليك التوقف عنها عند بدء تناول هذا الدواء. عند تناول هذا الدواء تابع الأعراض التي قد تظهر عليك بعد تناوله واخبر طبيبك. إذا واجهت صعوبة في التنفس، إذا شعرت بحركة أو تنميل أو وخز في الأطراف، إذا نسيت وتناولت جرعة مضاعفة، التزم بتعليمات الطبيب فيما يخص الجرعة وموعد تناول هذا الدواء.